الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأحيي هذا الجمع الطيب بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان ومع هذه الليالي الرمضانية، كما جمعنا على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته. آمين. عباد الله، إن من نعم الله العظيمة على عباده أن جعل لهم مواسم متعددة للعبادات تكثر فيها الطاعات، وتقال فيها العثرات، وتغفر فيها الذنوب والسيئات، وتضاعف فيها الحسنات، وتتنزل فيها الرحمات، وتعظم فيها الهبات. وإن من أجل هذه المواسم وأكرمها على الله شهر رمضان المبارك. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيا له من شهر كريم وموسم عظيم، شهر البركات والخيرات، شهر الصيام والقيام، شهر الرحمة والمغفرة، شهر العتق من النيران، شهر الجود والكرم. يحرص العبد عباد الله في رمضان على التقرب إلى الله تعالى بالعبادات ويتجنب المنهيات. وإن من العبادات العظيمة التي يحرص عليها العبد الموفق وخصوصا في رمضان عبادة الدعاء. الدعاء عباد الله شأنه عظيم، نفعه عظيم، ومكانته في الدين عالية. فما استجلبت النعم بمثله، ولا استدفعت النقم بمثله. كيف لا؟ وقد سماه حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سماه بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء من أجل العبادات وأعظمها، وهو حق لله عز وجل لا يجوز أن يصرف لغيره كائنا من كان. والنصوص عباد الله في فضل الدعاء كثيرة لا تحصر، ولشهر رمضان المبارك خصوصية في الدعاء. فإن الصائم ممن لا ترد دعوته إذا أخلص لله في صيامه وصدق في دعائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. ولهذا تخللت آيات الصيام في سورة البقرة، تخللتها آية عظيمة في الدعاء. فبعد قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الآية، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
ثم أكمل ربنا تعالى آيات الصيام فقال سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فجاءت هذه الآية التي قرأناها وهي مختصة بالدعاء متوسطة لآيات الصيام، وهذا يدل على عظم قدر الدعاء وأهميته في هذا الشهر. والله سبحانه وتعالى افتتح كتابه الكريم بالدعاء واختتمه بالدعاء، فسورة الفاتحة مشتملة على دعاء الله عز وجل بأجل المطالب وأكمل المقاصد، ألا وهو سؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم والإعانة على عبادته. وسورة الناس عباد الله التي هي خاتمة القرآن مشتملة على دعاء الله تعالى كذلك، وذلك بالاستعادة به سبحانه من شر الوسواس الخناس. سمى الله تعالى الدعاء، سمى الله تعالى الدعاء في القرآن بالعبادة، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وسماه الله تعالى دينا، وسماه الله تعالى دينا كما في قوله: فادعوه مخلصين له الدين. وهذا كله يبين عظم شأن الدعاء وأنه أساس العبودية وروحها، وحث الله تعالى عباده على الدعاء ورغبهم فيه بآيات كثيرة في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فينبغي على المؤمن أن يعتني بهذه العبادة العظيمة، أن يعتني بهذه العبادة العظيمة، وأن يغتنم هذا الشهر الكريم المبارك بالإقبال على الله تعالى بالدعاء والسؤال والإلحاح رغبة ورهبة، وأن يرجو من الله أن يكون من الفائزين بثواب الله الناجين من النار. فإن لله تعالى عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. ويحسن بنا الإشارة إلى بعض آداب الدعاء ليكون الدعاء مقبولا عند الله تعالى. فمن آداب الدعاء الإقبال على الله تعالى وحضور القلب أثناء الدعاء، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. ومن آداب الدعاء كذلك استقبال القبلة ورفع اليدين والثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء كذلك الإقرار بالذنب والاعتراف بالخطيئة والتضرع إلى الله سبحانه، والخشوع والرغبة والرهبة والجزم في الدعاء، واليقين بأن الله تعالى سيستجيب لنا دعاءنا، والإلحاح بالدعاء والدعاء في كل الأحوال. ومن الآداب كذلك الدعاء ثلاثا، ومن آدابه عباد الله اختيار الاسم المناسب أو الصفة المناسبة من أسماء الله عز وجل وصفاته، كأن يقول: يا رحمن يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني. ومن آداب الدعاء خفض الصوت، وأن يتخير الداعي جوامع الدعاء ومحاسن الكلام، وأن يتجنب التكلف والسجع واللحن، وأن يبدأ الداعي بنفسه وأن يدعو لإخوانه المسلمين. ومن آداب الدعاء عباد الله الحذر من أكل الحرام، أن تكون حريصا على أن يكون طعامك طيبا وملبسك طيبا وكسبك طيبا. فإن أكل الحرام من أسباب حرمان الإجابة والمعاصي
من أسباب حرمان الإجابة كذلك، فالعناية بطاعة الله والاستقامة على طاعة الله والحذر من المعاصي والحذر من أكل الحرام، كل هذا من أسباب الإجابة، والتساهل بالمعاصي أو بالكسب المحرم من أسباب منع الإجابة. فمن كان له حاجة فليرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، فالله سبحانه لا يرد السائلين، ومن دعا الله ظفر بخير عظيم، فإما أن يجيب الله دعاءه أو يعطيه أفضل مما طلبه أو يدخر له الأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له ما سأل، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. فإذا دعا الإنسان فلن يجد الجواب، فليحسن الظن بالله سبحانه، وليقل في نفسه موقنا: لعل الله عز وجل اختار لي خير الأمور وأصلحها. وهذا ولهذا لما فهم الصحابة أن الداعي رابح لا محالة في كل أحواله، سواء وجد أثر هذا الدعاء بأن أعطاه الله ما حدده أو لم يجد ذلك. ومن أعظم أنواع الغفلة غفلتك عن عبادة الدعاء، فبعضهم إن نزلت به النازلة أو المصيبة توجه لكل أحد وغفل عن التوجه لله الواحد الأحد. فأكثروا من الدعاء في هذه الأيام المباركة الفاضلة، فالله تعالى جواد كريم يسمع دعاءك، يرى حالك. ولو لم يكن في عبادة الدعاء إلا شكاية الهم إلى الله تعالى لكفى بذلك فضلا وشرفا. اللهم يا كريم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.